الإخوان اليوم جبت لكم واحد المشروع خطير ومربح جدا، أي واحد يقدر يستفاد من هذا المشروع هذا إن شاء الله. هذا المشروع هذا هو طباعة الستيكرز على البواطات العلب إلى غير ذلك. فهل عجبك الفيديو خلي معك لايك وبارطاجي مع صحابك، وما تشوفينا الإخوان تبع الفيديو حتى النهاية، غادي يكون مفيد مفيد بزاف. غادي نشرحكم كاع الخطوات اللي تقدروا تستثمروا هذا المشروع هذا، وتقدروا تخليوا واحد أرباح محترمة في الشهر الإخوان في هذا المشروع هذا، وطريقة التسويق كذلك الإخوان. إذن الإخوان الحمد لله ديما كنحاولوا نجيب لكم أفكار ومشاريع مربحة اللي تعود عليكم بنفع، وما تبقوش خدامين مع الناس وتعيشوا الحرية المالية لما لا، شعارنا ولا احتكار المعلومة. هما الاخوان هاد البطاطس كاملين اللي كتشوفو هنايا، هادو هما اللي غيدوزو نطبعوهم ان شاء الله. تشوف معنا الطريقة كيفاش كطبعو هادو. هما لي بوط، صراحة هاد لي بوط خطيرين كيما كتشوفو، كيجي فيهم الكادوس الى غير ذلك. هانتوما نفتحوكم شي وحدة تشوفو، هانتو علب الهدايا تقدر دير فيهم اي حاجة. كيجيو بحال هادا، هادي هي النتيجة ديالو. الفيديو غيكون واعر بزاف كيفاش تطبعوا هاد لي طابلو بحال هادو. غنستعملو الفينيل، الفينيل راه معروف كيفاش تطبع، هو يتنقى غنخدموهم هنايا ان شاء الله. هاد المشروع واعر بزاف، تفرجوا حتى الاخر. اول شيء الاخوان كنحتاجوا في هذا المشروع هذا هذه الاله ديال الطباعه الرقميه الكبيره من الحجم الكبير. الناس اللي ما عندهمش هذه الاله هذه غادي يطبعوا في المطبعه بالمتر، الثمن ديال المتر كيوصل 50 درهم للمتر، والثمن ديال الاله هذه تقريبا 50000 درهم اي 5000 دولار اي 5 مليون سنتيم. اذا الاخوان انا ماشي معكم خط بخطوه. من بعد الاخوان ملي كيدوزو في الماكينه ديال الطباعه كندوزو الماكينه ديال التقطاع، كتقطع لنا داك الكتابات بوحدو وداك الرموز بوحدها الاخوان. هذه هي الخطوه الثانيه في هذا الفيديو. المهم الاخوان هادو هما الكتابات، دابا هادو هما اللي غيتلصقو في هاد البواطات بحال هادو. هادا الاخوان هنايا الطباعه هادي تقدر تحسبها من 5 دراهم الوحده، وهادي ما تقمش على الكتاب حتى بدرهم، يعني تقدر دير 4 دراهم في الوحده. شوفنا الاخوان وكل واحد كيفاش كيخدم. دابا حنايا كنخدموا بهذه الطريقه هذه، حتى قلت يلاه بعدا تقدر تنقص باش تكسب كليان وان شاء الله. كما كتشوفوا حتى التقييد ديال الطريقه ديال التنقيه راه سهله، ماشي شي صعيبه بزاف. وقوا باش معاهم ان شاء الله، اذا ما كاينش بزاف كاين شي 55 بوط. وقوا باش معايا اذا اللي ما كنشاركوا معكم الجديد. وهنا الاخوان كنحاولوا نحيدوا داك الزوائد. الناس اللي ما عرفاش الطريقه كيفاش كيتنقل الفينيل، هذه هي الطريقه. كتحاول تحيد داك الزوائد من بعد ما كيكونوا دازوا في الماكينه ديال المقص الالكتروني، كتحاول تحيدهم بهذه الطريقه ديال الاخوان. كما كتشوفوا كتحيدهم يعني بشويه بشويه باش ما يطير لك حتى شي حرف، حتى كتسالي وفي نفس الوقت صافي كيبقى خصك المرحله اللي من مورا اللي هي مرحله الترونسفير. فمن بعد ما نقينا الاخوان داك الكتابات، دابا غادي ندير مرحله كيفاش كنقيو نديرو التثبيت ديال هاد الكتابات على العلب الكرتونيه بواحد الطريقه جد سهله الاخوان. كنحتاجو الترونسفير، ثمن هاد الترونسفير هذا كيدير 15 درهم للمتر اي دولار ونصف باش كيتحسب هاد الترونسفير هذا، ويعاد يستعمل يعني بزاف د المرات ماشي غير مره واحده. كما كتشوفوا الاخوان هذه هي الطريقه. كنهزوه ترونسفير، كيهزنا علاش كيتسمى ترونسفير يعني محول، يعني كيهزنا داك الكتابه من الورق الابيض ديالها وكيرلصق لنا في البواطه بهذه الطريقه هذه. كما كتشوفوا هذه طريقه جد سهله وكتخدم بزاف ديال الاشياء. كما شفتوا الفيديو اللي قبل من هذا كيفاش لصقنا في الشاحنات، درنا الشعارات في الشاحنات، حتى هو استعملنا فيه هذا الترونسفير هذا. يعني الترونسفير هذا كيخدم بزاف ديال المرات، فهمنا اخوان؟ يعني كيخدم في هاد لي بواط، كيخدم في الشاحنات، في السيارات، يعني في اي خدمه كتحتاج هذا الترونسفير هذا الاخوان. كنبقاو ماشيين معاهم هيدا بخطوه بخطوه ان شاء الله حتى كنوصلوا للمرحله النهائيه. صافي من بعد كنحيدو داك الزوائد، وها هي الخدمه مساليه بالصحه والراحه. اذا غادي نبقاو ماشيين الاخوان مع داك 55 علبه بهذه الطريقه هذه. نتمنى تكونوا فهمتوا المحتوى، ونتمنى يعني تطبقوا هذه الفكره هذه باش ان شاء الله حتى نتوما تقدروا توفروا المال وتقدروا ديروا واحد المشروع مستقل بذاتكم الاخوان. هانتوما الاخوان تبارك الله الخدمه ماشي نقيه كما كتشوفوا، يعني
تقريبا سالينا لا كوموند ديالنا. كما كتشوفوا النتيجه امامكم الصراحه النتيجه خطيره بالنسبه لاي واحد يقدر يستثمر في هذا المشروع هذا. كذلك الاخوه بالنسبه للناس اللي ما فهموش شي حاجه من هذه المواد اللي استعملنا خليها لي في صندوق الوصف وانا كنحاول نجاوب على كل شيء. شعارنا كما قلنا الاخوان هو على الاحتكار المعلومه، وان شاء الله باقي الخير ما يجي القدام في قناه عالم المشاريع ديما نجيبكم افكار ومشاريع الاخوان، سواء من الاشياء الصغيره وكذلك من الالات كبيره. الناس اللي عندها راس المال وبغات يعني تستثمر في الالات اكثر من 340 فيديو عفوا 400 فيديو كامله على المشاريع، وان شاء الله ثم تختاروا المشروع اللي مناسبكم. كما كتشوفوا الاخوان ها هو الاخ عمر اللي ولفته ديما معكم الاخوان، ها هو كيجمع لنا لي بواط. حتى الاخ عمر تبارك الله راه ما كان كيفهم والو في هذا المجال هذا، وتبارك الله دابا حتى هو ولا يعني صنايعي تبارك الله، ولا كيفهم شنو هو الفيني شنو هو الفليك شنو هو اي حاجه. كما كتشوفوا حنا كنفيريفيو المعلومه لي بواط دابا معاك كما قلنا الاخوان حتى هو راه ما كان كيفهم والو، دابا تبارك الله حتى هو ولا يعني مجتهد تبارك الله، وحتى هو ولا كيعرف يخدم اي حاجه جاتو حتى نتوما تكونوا فحالو الاخوان. هنا الاخوان دابا كنحاولوا نرجعوا داك العلب من الامبالاج ديالهم داك البلاستيك اللي جا فيه باش نعطيو للكليان خدمه نقيه. كما كتشوفوا الاخوان صراحه الخدمه ما صعيباش بزاف، كتاخذ شويه ديال الوقت ولكن تقدر تخلي لك ارباح محترمه. مثلا الا ديتي 4 دراهم في 400 مثلا في 51 بياسه راه عندك 200 درهم الاخوان، 200 درهم ما كملاش حتى ساعه المكانه ولا جوج ساعات غادي تاخذ 200 درهم ديالك، خصوصا او الا كانت واحد الكونتيتا كبيره غادي ان شاء الله يزيد الارباح ديالك. كما كتشوف الاخوان حنا كنحاولوا نشاركوا معكم افكار، يعني سواء كنكونوا خدامين كنكونوا نشاركوا معكم هذه الفكره هذه، ربما تعجب شي حد. والحمد لله انا كنفرح بزاف ملي كنشوف الاخوان استفدوا من هذه المشاريع المقدمه وداروا، ويعني الناس كتشارك معنا الافكار ديالهم في اسفل الفيديو الاخوان. يعني كي الحمد لله بزاف الاشخاص داروا واحد المشروع مستقل بذاتهم، وكذلك يعني سواء الناس المتقاعدين كذلك الناس كتكون باقا فيها واحد القوه انها تخدم حتى هي كتحاول دير واحد المشروع غير في الدار. الناس يعني اللي كيكونوا متقاعدين الاخوان تما راه تبارك الله كيشريو الات وكيبداو انفيستيو في المشروع ديالهم، اللي مالا يعني اهم حاجه هو دير واحد المشروع ودير شي حاجه اللي تعمر بها وقتك دائما.